تراجيديا جدا بحب التراجيديا. ممكن تقول لنا حاجه تراجيدي؟ هو بص حضرتك بس عشان انا يعني مش محضر حاجه دلوقتي. بس انا مره عملت مشهد واحد بس انت في حياتي. ايه مره؟ ايوه مره واحده عملت مشهد واحد بس في حياتي كان تراجيديا. كان في مسلسل بتاع شباب الفيسبوك. هو ده المسلسل الوحيد اللي انا عملت فيه مشهد تراجيدي، وكان الحمد لله يعني لا ناس عجبها المشهد جدا. لا والله المشهد يعني ناس عجبها جدا، وانا هبقى اجيبه لحضرتك عشان تشوفه عشان بس يعني. طب انت فاكر منه حاجه دلوقتي؟ لا ولا جمله. ولا جمله خالص، لانه كان اصلا المشهد كان كئيب قوي. كان هو المفروض واحد مسجون وكان محكوم عليه من فتره، كان مسجون سياسي، كان محجوم بقاله، كان مسجون بقاله فتره، ويعني مش عارف يعني انت هتحكي المشهد؟ انا عايز المشهد نفسه. لا خلاص. طب يعني ممكن اقول لك جمله انت تقولها تراجيدي؟ ممكن يا استاذ اشرف. يعني ماما ليه بتعملي فيا كده يا ماما؟ هو انا مش ابنك ولا ايه؟ ماما انت ليه بتعملي فيا كده يا ماما؟ لا بس حلو حلو. رايز انا بحاول والله. انا مصدق نفسي جدا والله يا رايز، بس يعني اتمنى الناس تصدقني. والله رايز عيطت من الضحك. انت مصدق؟ انا ما يهمنيش ان انت مصدق نفسك، المهم الناس تصدقك. ان شاء الله. طب قول نفس الجمله تاني ومحدش يضحك لو سمحت. اتفضل. او جمله تانيه اتفضل. اي جمله؟ اقول جمله من عندك عشان ما ابقاش انا زنقتك في حاجه كوميدي. منى مش هينفع يا ريس، مش هينفع. لا لا والله والله يا جماعه والله البدايه صح، البدايه صح. منى خش من اول. منى منى هي مش راضيه ترد عليك. انا زعلان. اتفضل. انا زعلان منك قوي يا منى. ليه بتعملي معايا كده؟ مع اني والله بحبك وعمري ما هتخلى عنك. سلام يا منى. لا والله حلو والله. طب بصوا منى خليك يا استاذ، اصل كل واحد لازم ياخد حقه يا ريس. انا انصحك ركز في التراجيدي، واحنا بالنسبه لنا في تياترو مصر احنا منك لله يا لمبي. بالنسبه لنا احنا ايه ده؟ احنا بالنسبه لنا طبعا في تياترو مصر احنا عندنا كل الناس كوميدي، صح؟ والتراجيدي ملوش مكان معانا. خلاص يا ريس انا هبطل تراجيدي، مش عايز. انا نفسي اعمل. هتوحشنا يا لمبي. خلاص هبطل.